انت بتشوف مين نسبه اكبر في الفوز؟ لا على الورق طبعا الاهلي مفترض ان هو الاجهز ان هو يكسب. اه انا كنت بتسالي من شويه بتقولي احساسك ايه، قلت لك احساسي الزمالك، بس احساسي ده حاجه تانية. صح، انما لو الفاصل بحل سالتك لو كده. بنتكلم جد وتحليل فطبعا الاهلي هو الاجهز والاقرب لتحقيق الفوز، اوكي بس مش بكتير. ماشي. يعني مثلا ممكن اقول 65% للاهلي مقابل 35 للزمالك، مش اللي هو مثلا 70 30 كده مفهوم. يعني. اه اوكي، فلا لو بالنسب فخلاص يبقى قلت طبقا لك الاهلي. للمعطيات وطبقا للاسماء. طب لو كتشكيلات، ايه التشكيل الامثل للاهلي كرؤيه فنيه من وجهه نظرك، وايه التشكيل الامثل لنادي الزمالك؟ ماشي وهاخد منك تشكيلتين برضو يا شيخ. ماشي، يبقى في السريع يلا. بقى نلحق. يلا طبعا مصطفى شوبير ما فيش غيره، ماشي. محمد هاني ما فيش غير اتنين مساكين بس في الاهلي حاليا بالظبط. بعد الاصابات، عبد المنعم وربيعه. ورامي ربيعه، وشمال معلول. اوكي. التلاته اللي في نص الملعب امام عاشور طبعا، ومروان عطيه، و مين التالت بتاعهم؟ لان في كلام على السوليه، في كلام على نيدفيد، على كوكا. انا بالنسبه لي كوكا طبعا. كوكا كوكا اه كوكا مش الاجهز. السوليه. لا اوكي. لا لا كوكا دي كوكا رغم ان السوليه خبره اه، بس انا لا انا بحب كوكا يعني انا شايف ان هو لو كان موجود في امم افريقيا كان فرق مع منتخب مصر كله طبعا يعني. طبعا اه طبعا، لعيب كويس جدا ما شاء الله. والثلاثه اللي قدام بيرسي تاو وموديست، ده توقعي. ماشي. و لكن الافضل للاهلي ايه من وجهه نظرك؟ متوقعك موديست. اه الافضل ايه من وجهه نظرك؟ موديست ولا كهربا، بما انه بص اسام هو كهربا برضو ميزته ان هو عنده افضليه نفسيه على الزمالك لانه سجل فيهم انت زي لو كده مكان بتاعت كولر؟ محمد شريف. لا انا لو مكان كولر كنت هدي الكهربا، كهربا. بس طيب كولر هيدي الموديست هيدي الموديست. لان مش بعد ما اتكلم في المؤتمر الصحفي الاخير وقال صح ان انا كهربا التالت هاجي فجاه واقوم مدخله صح الماتش الجاي اول. صح صح التالت بتاعهم قدام مين فكرني في كده؟ حسين حسين الشحات الشحات طبعا. حسين الشحات طبعا، ورضا سليم. رضا اعتقد سليم بس انا مش رجل هلاقي جاهز دلوقتي. بس اعتقد هيلحق يعني. بس اعتقد حسين الشحات اللي هيبدا هو يعني. الار. طيب ده بالنسبه للاهلي. للاهلي طب اروح للاهلي عندك ماشي. بسرعه، التشكيل الانسب. شوبير اوكي. طبيعي، محمد هاني، ياسر، لا لا ياسر يوسف مصاب. ياسر، ربيعة، عبد المنعم، معلش، اوكي ناحية الشمال علي معلول ماشي. طبيعي. أنا شايف إنه مش هيدي كوكا، ما مش أظنش هيدي إن هو كوكا. هيدي نيدفيد، لأنه نيدفيد على خلي فكره، بالك نيدفيد نيدفيد مصاب هو كمان. لا لا رجع النهارده، رجع طبعا موجود في القايمة عمل بس تمرين قصدي. النهارده اللي عرفته جامد جدا. طيب هو نيدفيد آخر حاجة هو اللي واخد، وهو هرجع أقول لك هي دي مدرسة كولر شوية، اوكي اللي كويس هيكمل، ماشي هو راجل كلاسيك. ماشي. فأعتقد نيدفيد إحساسي مع مروان نيدفيد وامام أه قدام تاو شحات موديست. تاو الشحات اه مودست. طالما وسام ابو علي مش جاهز هيبقى موديست مش كهربا. مودست مش كهرباء. اديني الزمالك بقى قبل ما اروح لاحمد. الزمالك هيبقى في الغالب هو صبحي، اوكي. المسلوسي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، فتوح، دونجا، شحاته، زيزو، عبد الله السعيد، ناصر منسي ناصر منسي. احنا كده في ناقص مصطفى شلبي مثلا. مصطفى شلبي ده هو ده اه هو هيبدا كده. احمد هو في قبل ما بحر من اللعيبه احنا نفسنا مش عارفين نستقر على التشكيل، بس باخد رايك انت شايف الانسب ايه. يعني حتى اللعيبه مش في دماغي كلها، بس طبعا عمر جابر بعتقد هو اللي هيبدا لان اوكي. المسلوسي هو بيوظفه كقلب دفاع مش كباك وانت يمين. اخترت عواد في حراسه المرمى. وعواد اوكي. اه طبعا انا قلت عواد. ماشي. يبقى عمر جابر يمين ومسلوسي وجنبه حسام عبد المجيد، وشمال فتوح كده كمان تمام. محمد شحاته فعلا لو انا هخليه يبدا، بس هو طلعه بعد نص ساعه قدام الاسماعيلي وما لعبوش تاني، فمش عارف هيلعب بيه تاني اساسي ولا لا، ماشي. بس المفروض ان هو يكون موجود فعلا. اوكي. جنبه مين؟ شحاته ممكن يبقى عبد الله السعيد، تمام. بعد كده بقى شيكابالا. شيكابالا يبتدي. شيكابالا وزيزو و مين الثالث؟ انا بحاول في مصطفى شلبي وفي بس كده خلاص. طب شيكابالا وزيزو يبقى مش مصطفى، يبقى لا في عندك شيكابالا بقى بيلعب في النص، ما هو عبد الله السعيد بيبقى بيلعب هتحطه. خط وسط اوكي مساند، هو بيلعب كده اصلا مع اوكي الزمالك اوكي ساعه لما جه، اوكي وشيكابالا في النص. بس هو الفكره ان هو شيكابالا وعبد الله السعيد مع بعض في تشكيله واحده دي انا على صعبه نفسي ما شويه. افضلهاش. هو ممكن يعمل كده وعمل كده قدام الاسماعيلي، صح بس انا ما افضلهاش لان كده هيبقى لياقه وقله دفاع كتير قوي ماشي. في التشكيل. مصطفى شلبي، وقدام بقى المفترض ان هو بادئ ناصر منسي اخر ماتشين، بس سامسون عمل تلت ساعه اخيره صح، قدام الدخلية جامده وهو جدا. مبسوط منه جدا. فممكن نتفاجئ ونلاقي سامسون، بس هو تبقى منطق مفاجأة كبيرة على فكرة. جدا بقى ده طبعا. يعني اللي هو تركني بقالك سنتين عشان تلعب قدام ماتش الاهلي، يبقى خد ريسك جامد بالظبط. عشان كده المنطقي ان هو ناصر منسي يعني. تمام. ادي نجم الماتش، توقع ان يكون نجم الماتش بسرعة. اما امام عاشور او عبد الله السعيد اللي هيكسب. شادي. امام عاشور. امام عاشور. بشكركم، نورتوني وشرفتوني. بشكرك يا شادي. ميرسي قوي يا امير، انا مبسوط جدا.
بشكرك يا احمد اول مره وان شاء الله مش اخر مره. تنور ان شاء الله. اتبسطت جدا معاكم وان شاء الله بشكرك. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. دي كانت اخر حلقات بلس 90 رمضان.